حياكم الله مجددا. مفاجأة اليوم من استرلاب هي بمناسبة تدشين تلفزيون استرلاب قناة اليوتيوب الحبيبة على قلوبنا في مجال ثقافة الاختراع. أعلن في هذا الحفل أن كل من يسجل كمسجل في هذه البوابة أو في هذه القناة على اليوتيوب سوف يدخل في السحب إذا شارك على الأقل 3 مشاركات في المواد الإعلامية للقناة، سيدخل في السحب على 10 جوائز قيمة. جهاز آيباد 2 سيكون بانتظار من سيفوز بالجائزة الخاصة بالتسجيل في القناة التلفزيونية. الآن ثقافة الاختراع بانتظاركم في التلفزيون استرلاب وأيضا جهاز آيباد 2. كل من سيسجل في هذه القناة خلال شهر مايو ويشارك على الأقل ب3 تعليقات على المواد الإعلامية الموجودة في القناة سوف يدخل في السحب على هذه الجوائز وسيستمتع بمشاهدة قناة تلفزيون استرلاب عن طريق آيباد 2.